نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي حفل عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور نخبة من القادة الدينيين والدبلوماسيين ورؤساء المنظمات، وذلك احتفاء بالجهود التي قام بها المركز في مجال التعايش والتسامح الديني والتي تشكل جسرا حقيقيا للتواصل مع مملكة البحرين. وأبدى كبار القادة الدينيين والدبلوماسيين ورؤساء المنظمات والأكاديميات المعنية رغبتهم في تنظيم برامج مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بما يخدم تلك المساعي وتبادل الخبرات والتجارب ونشرها. وأكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن المركز مستمر في بذل كل جهد ممكن سعيا لإبراز النموذج البحريني في التعايش السلمي. وعرب الشيخ خالد عن شكره وتقديره لممثلي تلك الجهات على اهتمامهم بإنجاح مشاريع المركز، معلنا عن العديد من المشاريع القادمة والتي ستركز على خلق قادة من الشباب يحملون مبادئ التسامح والتعايش السلمي في مجالات الحياة المختلفة، مما يعكس جوهر رسالة جلالة الملك المفدى كقائد عالمي بارز في مجال التسامح والتعايش السلمي. من جهته قدم مساعد نائب الرئيس الأمريكي توماس روس نيابة عن البيت الأبيض تحياته لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ولمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأكد روس أن مملكة البحرين تقدم إسهامات جليلة في حقول التسامح والتعايش السلمي والحريات الدينية، كما شهد رئيس مركز آدمز الإسلامي في واشنطن الإمام ماجد بتجربة مملكة البحرين في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لافتا إلى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يشكل تجربة استثنائية ويعكس للعالم بأن البحرين مكان مثالي للتعايش والاحترام والتسامح والفهم المتبادل. وأضاف الإمام ماجد أن حرص العديد من رجال الدين والمؤثرين في الولايات المتحدة على المشاركة في حفل المركز لهو دليل على جوهرية الأهداف التي يعمل من أجلها المركز. من جانبه قال كريغ ميتشل رئيس منظمة الطاولة المستديرة الدولية أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتخذ دورا قياديا في جلب قادة كافة الأديان معا لبناء جسور أقوى من التعاون والتفاهمات المشتركة. بدوره قال الحاخام إبراهام كوبر من مركز سايمون وزنثول إن البحرين أسست لبنية إيجابية بتاريخها التسامحي الفريد، مؤكدا أن مملكة البحرين تمتلك راية القيادة في التعايش السلمي بالمنطقة، وبفضل وجود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ستصبح المملكة منارة إقليمية لقيادة المنطقة نحو حقبة جديدة من التسامح وتعزيز الحريات الدينية. من جهته أعرب الدبلوماسي البريطاني السير تشارلز هاورد عن امتنانه العميق لما تبذله مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في سبيل نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والوسطية على مستوى المنطقة والعالم. وأكد أن الحكومة البريطانية والدبلوماسيين البريطانيين يتطلعون قدما لمواصلة شراكتهم القوية وأواصر التعاون المتينة مع مملكة البحرين. We're extremely grateful for all the leadership and courage and. نحن ممتنون للغاية لقيادة وحنكة جلالة الملك في الدفع قدما تجاه تقبل الآخر المختلف دينيا وضمان التعددية وحرية المعتقد لكل الأديان، ليس فقط في البحرين بل على مستوى المنطقة.
نقدر عاليا دعمكم المتواصل، ونحن متحمسون للعمل معكم مع تطلعنا لتعميم السلام في المنطقة. So if we want sustainable peace and prosperity, like the projects at the King Hamad Global Center, إذا أردنا سلاما وازدهارا مستداما فيجب علينا مواصلة الاستثمار في ذات المشاريع التي يعمل عليها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فجهود المركز في هذا السياق مقدرة ومميزة وستساعد في تحقيق الازدهار والسلام في العالم. من الرائع زيارة مملكة البحرين، لقد اطلعت على تجربتها الفريدة في التعايش السلمي، ويعود الفضل في هذه التجربة الرائدة بلا شك إلى توجيهات وإنجازات جلالة الملك وما تم من عمل دؤوب لدعم المجتمعات المسيحية وغيرها من ديانات.